موجز 7 مساء، أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة وسعت نطاق عملياتها بريف حمص الشرقي وبسطت سيطرتها على تلة المدراج وثلاث نقاط أخرى جنوب شرق أم السرج القبلي بعد القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم داعش. إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد الطيران الحربي عمليات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم داعش في محيط مدينة دير الزور. غارات الطيران على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية أسفرت عن تدمير العديد من التحصينات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها عزم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة لضمان توجه خبراء الأسلحة الكيميائية إلى سوريا. الخارجية الروسية أكدت أن روسيا تصر على إرسال خبراء بعثة تقصي الحقائق وبسرعة إلى خان شيخون وقاعدة الشعيرات لإجراء تحقيق مهني ونزيه. عاد إلى مدينة حمص 37 شخصا كانوا خرجوا من حي الوعر في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي. وذكر مراسل الإخبارية في حمص أن 9 عائلات عادت إلى حي الوعر بعد خروجهم ضمن اتفاق المصالحة إلى مدينة جرابلس بريف حلب، حيث أكدوا أنهم قرروا العودة بسبب الاضطهاد والمعاملة اللا إنسانية في جرابلس. من جهته أكد محافظ حمص طلال البرازي على وجود اتصالات تؤكد رغبة الأهالي بالعودة لحي الوعر منذ أكثر من أسبوع، وأن رحلة العودة للكثير من الذين خرجوا بالدفعات السابقة بدأت. أبواب سوريا مفتوحة بتوجيهات من السيد الرئيس، وضمن برنامج الحكومة نحن نرحب بكل أهلنا وأبنائنا الذين خرجوا من بيوتهم ومن مناطقهم تحت ضغط الجماعات المسلحة، أو الذين خرجوا تحت إغراءات معينة وخرجوا أيضا لأن هناك بعض العائلات التي انقسمت بين أن يكون جزء منها هنا وجزء منها هناك على حدود تركيا. لمسنا بأن رحلة العودة قد بدأت. رحلة العودة بدأت الحقيقة منذ حوالي أسبوعين، عادت أول دفعة من جرابلس والدفعة الثانية من إدلب، واليوم تصل الدفعة الثالثة. بدأت الحافلات تعود ممتلئة. وفي العراق اقتحمت القوات العراقية المحور الشمالي غرب مدينة الموصل وأطبقت الحصار على إرهابي تنظيم داعش. مصدر عسكري قال إن عملية الاقتحام بدأت من محورين انطلاقا من منطقة مشيرفة بعد يوم واحد من استعادتها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال تدور ضد إرهابي التنظيم. ختام الموجز، إلى اللقاء.